يعني ابو جوري اكبر شيء وصاحب مطعم السميات كم لك سنه؟ 33 سنه. والله اقول خلت للامام ومعاك جروب بتكون اخوان وسند ومواقفهم ما هي سهله لكن للامام واحنا معاك بعد الله. الله يطول عمرك. انا لولاكم ماني شيء والله. الله يحفظك ان شاء الله باذن الله. اخونا عبد الرحمن القحطاني صاحب محل ورد النرفز. صاحب المبادره اول من بدا فيها. مجرد عود من جيز بزمه صراحه. والشباب اللي معي كلهم فيهم الخير والبركة ولا هي بأول مبادرة دائما هم سباقين لفعل الخير مع الناس كلها اللي بقول أخوي خلف لعلها في الأمر خير وما تدري إيش الخير اللي كاتبها الله لك في إحراق هذا المطلوب الناس كلها تجمعت دعمه وهذا يدل على إن شاء الله أنك طيب بنية وطيب عند والديك وجيتكم بطاعة معنوية لي ولوالدي الله يعطيك إن شاء الله.